عندنا تعليمة لازم نحترموها. جروب سكولير وشحال؟ جروب سكولير سيمو. سيمو كيفاش؟ جروب سكولير سيمو وكونتين سكولير سيمو. ونضرب مع المعقول راح نحاول. جروب سكولير راهو 6 ملاير ولا 7 سيمو. 12 مليار. 12 مليار. صح حتى 6 مليار. اسمع عندنا قوانين لازم نطبقوها. حنا نلعبوا على ديلي. قد ما يكون ديلي قصير تكون المقاولة في المستوى وتأدي الإنجاز تاعها بالمواصفات التقنية. نركزوا بزاف على المراقبة والمتابعة. مكتب الدراسات لازم يدير مكتب لهنا. سيب ديفيزيونيل يكون لهنا. شاف دو بروجي يكون لهنا. وديروا الرقابة تشددوا الرقابة باش يطبقوا المواصفات التقنية المعمول بها وندوا الهادي تاعنا 3 شهور ولا 4 5 ياسر ما نقبلوش. شكرا سيد الوالي. احنا نيغوساسيون قلت ما يكون ما يفوتش فوق 3 موا فوق 3 موا ما تلزمنيش نعينوا واحد اخر. على سيد الوالي باسكو حنا داخلين في الشتاء لابريس تاع البيتون في الصيف كان جول هنا يدور على 28 جول لابريس تاع سيرتو البيتون. سيد الوالي حنا لازمنا نلتزموا بالامور التقنيه والامنيه اقدم فوالا بالخطر ان شاء الله ويمتبليي لي جروب يدير اوليو يخدم ان فويت. شوف لو كان نمشوا واش راك قاصد انت يلزمنا بالخف يبدا وبالخف يكمل باسكو لو كان دير له 5 موا يسمى يقعد يشد غير الشتاء. ديسمبر جانفي فيفري مارس يسمى يقعد غير في الشتاء. حنا ماذا بينا يخدم لنا ديسمبر جانفي باش فيفري يعطينا الاخر. ماذا بينا 18 فيفري واش لي كونتين سكولير 4 حيوط كيفاش؟ جروب سكولير فيه 12 قسم وفيه كونتين وفيه لوجمون وفيه لادمينستراسيون وفيه البلوك سانيتي وفي لا كلوتير وفي لاميناجمون 6 موا واربعه الاخر. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.